ورحمة الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش كتتم العملية ديال البرمجة ديال الكريبتو لبراب كام. بعد ما كنقومو بالتغيير ديال الكريبتو لبراب كام كيخصنا نديرو له واحد لادابتاسيون باش الكالكيلاتور موتور تولي كتعرف الكريبتو. هاد العملية غادي نديروها بجهاز ديال لوتوكوم أو ديلفي. نقومو بفتح ديال الجهاز بعد تغيير الكابتو. دائما كتخصنا عملية ديال البرمجة باش يعقل السيارة ويولي يعرف يتعرف على الكابتو. هذا هو البرنامج ديال الاوتوكوم ودير فيه بحال بحال. قلب على السيارة رونو ليو 3 2012 ديزير. هاد المكان هذا كيكون فيه النوع ديال المحرك راك في السيارة. عندنا محرك 1.5 لتر ديرو اوبيدي. قومو شعل الكونتاك ديرو اوكي. هنا كيتفتح لنا المكان هذا كنقرا فيه لي ديفو. هنا عندنا في كالكيلاتور السيارة. هنا نفتحو لي ديفو. هنا كنجيو لهاد المكان هذا الريكلاج كنجيو هنا نقلبو على كابتور أبراكام. هاهي بروغراماسيون دي كابتور أبراكام سيليكسينيوها. هاد المكان هذا كيعطيني الفونكسيون اللي غادي نديرو. هاد المراحل اللي غادي يكون غادي نتبعو. نديرو اوكي. نقراو الميساج اللي عطانا هنا موتور كوبي كونتاك ميز. يعني المحرك يكون ساكت كونتاك شاعل. نركو اوكي. هنا قلنا كوبي لو كونتاك ابيي سير اوكي. خصنا نطفيو الكونتاك. نطفيو الكونتاك ندير اوكي. اطوندي هو هنا كيقوم بالعملية. ان كتم العملية ديال البروغراماسيون كيما كتشوفو. هاد العملية هادي راه مكتخصش غير السيارة ديال رونو. جميع انواع ديال السيارات. بعد ما كنغيرو الكابتور ديال لابراكام كنبغيش السيارة ديماري كنقومو بهاد العملية هادي باش العقل ديال السيارة يولي كيعرف الكابتور جديد. كالكيلاتور الموتور تعرف على الكابتور. العملية كتاخذ بعض الوقت. انا نحبس الفيديو تي نقرب يسالي. كما كتلاحظوا بعد ما كتتم العمليه كيقولنا ميتي الكونتاك ابي سير اوكي. حنا غادي نشعل الكونتاك بعد ما شعلنا الكونتاك ندير اوكي. العمليه تمت.
كي كتم العملية ديال لادابتاسيون بروغرام ديال كابتور لامراكان، نتمنى تكون الطريقة مفهومة. متنساوش إلا عجبكم الفيديو قوم بالاشتراك في القناة باش توصلكم دائما الجديد.